الو، ايوه، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب، عامل ايه؟ كله تمام الحمد كويس. لله، كله زي الفل الحمد مين يا لله. رامي؟ اخويا اخوك مين؟ الصوت لا غريب برضه. اعتقد الو، كابتن ايمن شوقي. لا برضه لا. طب اخبار قول حضرتك حد. ايه؟ ها قول تاني، قول تاني. الو، انت لسه مكلمني؟ ده انت لسه جايب سيرته. فكر، اللي استقبلك مين؟ اللي استقبلك وكسر الرهبه ايه؟ معتزين. طيب انا اقول ده. لا ده جميل، ده كان معتزين. صوت نفس صوت اخويا والله. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كابتن مصر واخويا الكبير كابتن هاني رمزي، وببارك له ودايما منور قناه حبيبي يا معتز. حبيبتك الكبيره كابتن، الله يخليك، ربنا يخليك. كل سنه وانت وببارك طيب. طبعا لحضرتك سين. كل سنه وانت طيبه وانت طيب ودايما موفقين كده، ودايما قناه النادي الاهلي منوره بالجمعه. الله يخليك، ربنا مرسيم. يخليك. انتوا نجوم الاهلي وانتوا نجوم البيت الكبير، وده بيتكم يا كابتن. ربنا يخليك، وسلامي طبعا لاخويا الصغير حبيبي نجم مصر بقى صاعد بقوه. يا كابتن معتز، عامل ايه يا كابتن معتز؟ حبيبي يا رامي، عامل ايه؟ والله وحشني والله. كان لسه بيتكلم عن ذكريات اول مقابله واول رهبه، ومين اللي كسر اول كابتن رهبه دي؟ معتز اينو وهو في الفرقه فاكهه، يعني بيحب يهزر ويضحك وبيخلي الموضوع جميل. ويعني انا بصراحه عمري ما شفته مثلا يلعب ما يلعبش، مش يعني هو عنده تمرين بيتمرن وكويس، بس في وقت يعني في وقت الجد جد والهزار هزار. يعني كابتن معتز اينو لا، اللعيبه اللي انا حبيتها يعني بسيط بالظبط كده. لا انت نجم كبير وان شاء الله ربنا يكرمك. يعني الكابتن هاني طبعا عارف الكلام اللي انا هقوله، كلنا مرينا بيه واحنا لسه طالعين. نفس برضو يعني الحكايه بتاعت رامي اول ما طلع، كلنا برضو مرينا بيها مع نجوم كبار وناس. طبيعي اللي حد برضو بيستقبلك ولازم بتاخد الخطر، فاهمني؟ في الاول وحد بيتكلم معاك، والنجوم دايما ما تخافش وشد حيلك، لازم تلاقي لعيبه كبار قريبين منك. رامي لما طلع برضو معانا، اولا هو بعيد عن الكوره مش عشان هو قاعد، هو من الناس المحترمه جدا المتربيه جدا ما تطلعش صوته. فلقيت كنت انا وعاشور بقى في الاوضه، والشله بتاعتنا الشله اللي هي الفاز دي هو عارف. فاحنا لقينا رامي جاي كده لسه ايه، ولد لسه يعني طالع بقى متصعد وكده. فقلنا لا، الولد ده شكله مؤدب وابن حلال، لقيناه هو يعني بيتجاوب معانا والموضوع بالنسبه له عادي. جندتوه بمعنى اصح، هو اتجند في المجموعه. احنا قلنا بقى ده تعالى بقى. كان بقى هشام محمد وسعد البكير وعمرو جمال عصابه. يا نهار ابيض. واحمد شوقي سعد سمير والله عصابه مشكله. انت طالع بقى كابتن هاني، بس هم بصراحه كلهم لعيبه كويسه فكلهم خدناهم بقى يعني تحت بطنا زي ما بيقولوا. بس هم يعني ما شاء الله دلوقتي كلهم نجوم طبعا، يعني طبعا طبعا. وانا مبسوط جدا باداء رامي. طبعا رامي في الفتره الاولى واحنا موجودين لسه كان اتعرض شويه لموضوع الاصابه وكده، لكن كلنا كنا على يقين ان رامي لا هيعدي المرحله دي وهيوصل وهيروح منتخب مصر، ومن الاشتباكات اللي هي يعني يعتمد عليها الرجاله في الملعب. شفتوا الكلام ده معتز من اول تمرينه؟ شفتوا بتحسوا انتوا طبعا لعيبه كبار وعندكم خبره، وتحس ان اللعيب لما بيخش الملعب لو لعيب صغير بتحسه لا ده هيبقى نجم من نجوم الفريق. حسيت بالكلام ده بالنسبه لرامي؟ كابتن اكيد. لا رامي كان كمان عنده حته الاصرار، عنده حته العزيمه. في ممكن واحد طالع اللي هو بيأدي بس، او انا فرحان اللي انا اطلع يوم واثنين وانزل تاني. لا رامي كان من الناس، هو وسعد سمير بصراحه كانوا الاثنين عندهم، رغم ان كانوا طالعين في وقت بقى كابتن وائل جمعه وكابتن عماد النحاس، احمد السيد، شادي محمد، يعني كانوا طالعين مع نجوم كبار، لكن هم كان عندهم الاصرار والعزيمه اللي هم يتمرنوا جامد وكانوا بيخشوا جامد، ما بيهبوش الموقف او ما بيخافوش لما بيلاقي نفسه فجاه بيلعب على بركات وابو تريكه وعماد متعب. لا هم كان عندهم اصرار صراحه. سعد ورامي كانوا رجاله، وكلنا تنبأنا له اللي هم هيكونوا في يوم من الايام دي الناس اللي هيجي عليها دورها بعد كابتن وائل وبعد انتوا كنتوا شايفين ده يا كابتن معتز؟ اكيد اكيد طبعا. لا هم لعيبه ملتزمه سلوكيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه، فانا بتمنى لهم التوفيق. وانا ببقى سعيد جدا دلوقتي اللي انا بشوف رامي وسعد والناس دي كلها دلوقتي هي نجوم الفرقه في النادي الاهلي. دول ولاد النادي، يعني دول ولاد النادي. فالواحد بيبقى قاعد سعيد ومبسوط طبعا ان ولاد النادي هم اللي شايلين دلوقتي قلب الدفاع. فانا على المستوى الشخصي بحب رامي، وبحب دايما رامي يبقى في الملعب. يعني انا من النوع اللي بحب رامي يبقى في الملعب، بحس ان انا مطمن بصراحه.
حبيبي يا كابتن معتز والله شهاده. والله يا كابتن معتز ماشي على نفس يعني على نفس المستوى اللي ماشي، وربنا يبعد عنه الاصابه ان شاء الله ويكسر الدنيا دايما يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. لا مش شخصيته المحترمه، لا مش شخصيته المحترمه، بحب